الجلسة الثالثة فيما يتعلق بتحديث وتطوير التوازن الجنسي وتمكين المرأة لتقلد المناصب القيادية لكي تتحدث لنا. لدينا الآن عالية أبو سمرة وهي المدير الأول للاستدامة في مجموعة إينوك وهي تمثل إينوك في اللجان التي في اللجان الحكومية لصياغة الاستراتيجية 2030 للطاقة المتكاملة بدبي وكذلك أيضا لتكميل لاستكمال. فلنصفق الآن ولندعو السيدة علي أبو سامرة للتحدث عن تجربتها. شكرا جزيلا لكم لهذه المقدمة الرائعة. In the name of Allah. المعالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنيابة عن مجموعة إينوك وحكومة دبي وكذلك أيضا قطاع الغاز في أريد أن أقدم لكم وأشارك معكم هذه الفرصة لتقديم الشكر للمجلس الطاقة لتقديم لإتاحة الفرصة لتقديم هذا العرض وكذلك أيضا لهذه المجموعة المتسمة بالحماس والجذبية. أريد شارككم الآن في التجربة المهنية التي للعمل في مجال الطاقة المتجددة وكذلك أيضا التحديات التي قمت بمواجهتها في كذلك أيضا للخوض تجربتي في هذا القطاع وكيف يمكن لي أن أتغلب على هذه الصعاب والتحديات وتحويلها إلى فرص للنمو وكذلك أيضا كيف أيضا أن أنمو وأزداد متقدما. وكذلك قبل أن أتحدث عن تجربتي أريد أن أقدم لكم مقدمة عن القطاع الطاقة وكذلك أيضا الفرص المتاحة للسيدات في هذا المجال وكذلك أيضا ألمس النقطة الوقائع التي في هذا المجال التي تقودها دولة الإمارات. كما تعلمون جيدا أن نجاح الطاقة هو عبارة عن جزء مهم في أور اقتصادنا بالدولة ولكن أيضا قطاع الطاقة يعتبر من أهم القطاعات التي تؤمن بسد الفجوة بين الجنسين وتعلم تماما أنها تؤمن أن المرأة هي محرك دافع في حل المشكلات ولهذه هذا التحول كان هناك أيضا لابد أن يحول حلول ونماذج عملية حتى يتم وضعها في حيز التنفيذ للتغلب على موضوع التنوع. هناك 32% من إكمال العمالة من النساء ولكن في مجال الطاقة المتجددة أن السيدات تعمل في مجال الطاقة والهندسة والعديد من الوظائف الأخرى وكذلك أيضا العديد من المجالات الإدارية أيضا ولكن هناك أيضا على المستوى العالمي هناك أيضا الكثير تتطلب الكثير من المهارات والتدريب والكفاءات ولكن مثل هذه الفرص لابد أن تكون متاحة للجميع على قدر المساواة وتوزيعها بقدر متساوي وكذلك أيضا من أهم إيجابيات التنوع الجنس أيضا حيقوم قطاع الطاقة باستقطاب العديد من النساء وتقليدها هنا مناصب القيادية. إن الحصة التي تقوم بها كانت في 2019 كانت نسبة لتقالد القيادة 2%. ووفقا للتقرير الصادر من مجلس صناعة الطاقة النظيفة ولكن أيضا بين خمسة من كل خمسة ما زال القطاع في موكن في مجال التنوع في هذا المجال والشركات كذلك بالنسبة كذلك أيضا يقومون أيضا بأداء أفضل في هذه المجالات فيما يتعلق أيضا في مجالس التنوع وكذلك أيضا الشركات ومجالس الإدارات تميل إلى استقطاب العديد من النسبة الغالبية من النساء. وعلى المستوى العالمي في مجال الطاقة ربما يغادرون الوظيفة نظرا للتحيز الوظيفة وعدم إتاحة الفرصة لهن وكذلك أيضا السياسات المتناسبة لجذب السيدات وإتاحة المرونة لهن في مجال العمل بين الأسباب الأخرى. وتحسن الأمر كذلك نسبة مشاركة وإسهام المرأة في دور في تقديم الدور في الاقتصاد العالمي وهذا كي يتبين أيضا أن المرأة إذا أتيحت لها فرصة مناسبة ودور مناسبة مثلها شأنها شأن الرجل من الممكن أيضا
تستطيع أيضا أن تربح 200 مليون دولار، وكذلك أيضا تقديم أيضا كذلك أيضا في الناتج القومي للدخل. كذلك أيضا هناك أيضا لابد أيضا يكون هناك المشاركة وإدماج السيدات في القطاع الخاص، ليس فقط هو ليس الحل من ولكنه جزء صغير أيضا من هذا الحل. وبالتالي أيضا من الأمور المجدية في الناحية الاقتصادية فيما يتعلق بالاقتصاد في المقدمة ريادة الأعمال أيضا وتقديم الحلول والإنتاجية، هناك أيضا التحول والتوزيع، وكذلك أيضا تقديم الخدمات في مجال تقنيات الطاقة، وكذلك أيضا في مجال ريادة الأعمال. نجد أن المرأة الآن تحتل مكانة متميزة في التفاعل، وكذلك عندما تتاح الفرصة للسيدات اللي تكون لديهم القدرة في التفوق والتميز سواء في مجال ريادة الأعمال أو الخبرات أو القيادة في مجال الطاقة. إذن في دولة الإمارات العربية تقوم بدور الريادة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، ووفقا لمنتدى الاقتصاد العالمي في 2018 أن هناك نسبة تحسن كثيرة، ولكن أيضا هذا لن يأتي سوى من خلال القيادة الحكيمة والممثلة في والأسس التي تمثلت من الشيخ زايد بن سلطان، وهو المؤسس الأول لدولة الأمارات العربية المتحدة، والذي يذكرنا دائما أنه لا شيء من الممكن أن يحدث إلا إذا كان دور للمرأة في المجتمع. لن يكون هناك عائق لتحقيق طموحاتها، وهذا الإنجاز يأتي من خلال الإيمان الراسخ أن الرجل والمرأة هما عبارة عن شريكان متساويين في المجتمع. هذا هي أيضا يتم دعمه من خلال أيضا القيادة الحكيمة من سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية، وكذلك أيضا سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الوزراء وحاكم دبي، وكذلك أيضا سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد أبوظبي، وكذلك أيضا نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جميع هؤلاء سمو، وكذلك أيضا المجلس التنفيذي والمجلس الأعلى والشيوخ وكذلك كبار القادة في كذلك. إذن بشكل عام هو عبارة عن إن المساواة بين الجنسين هو طفرة متميزة وتأتي إلى حيث تتاح الفرصة بشكل متقابل المتساوي لكل من الرجل والمرأة. وبالتالي أيضا يجب أن نعلم أن المرأة تتمتع بكافة الحقوق للتعليم والتميز والحق في كذلك أيضا ميراث الورث، كذلك أيضا يتم ضمان الحقوق للمرأة للحصول على وظيفة، وكذلك أيضا من خلال إتاحة القيادة لها في القيادة الحكيمة. وفي مجال الاقتصاد كان أيضا هناك نصيب للمجال المرأة في مجال القيادة، تم هذا أيضا باستعراض من خلال الشيخة فاطمة بنت مبارك، وهي هي مؤسسة الدولة ورئيسة المجلس الأعلى للطفولة والأمومة بدولة الإمارات، التي قالت أننا ملتزمة لأستمر بشكل بجهود حثيثة لإشراك المرأة كشريك أساسي في عملية النمو والتطور بشكل عام. وكذلك أيضا بدولة الإمارات لديها في تمكين المرأة وضمان أنها زيادة دورها المهم في المجتمع، حكومة دولة الإمارات كانت تلعب دورا مهما بنشر الحقوق لتكامل و تحسين صورة المرأة في الاقتصاد، وكذلك أيضا دورها في التقدم المزدهر ومن خلال مشاركة المرأة في كم حالات. إذن هناك العديد من المبادرات، وهناك أيضا مثال رائع في هذا الأمر هو مجلس السيدات الذي تم إنشاءه عام 2015، والذي يساعد سيدات دولة الإمارات بين 25 دولة من خلال المساواة بين الجنسين في 2021. كذلك أيضا كانت هناك إحدى الحلول لزيادة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، وكذلك أيضا كذلك سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أخذ زمام المبادرة لتقلد الاستراتيجية المبادرة في 2015 إلى 2021 لوضع إطار عمل للمؤسسات الحكومية والاتحادية والمؤسسات والمنظمات فيما يتعلق بتطوير البرامج لتمكين المرأة في جميع في كافة المجالات الخاصة بالتنمية المستدامة. وقامت الحكومة أيضا باستحداث وتشريع قوانين لتشريع المرأة
في 2018 استحداث قانون في 2018 لجميع الحقوق على قدم المساواة بين الرجال والنساء. وكذلك أيضا في مجال أيضا الإجازة التي تمنح أيضا وهذه في حالة الولادة بالنسبة للسيدة. وكذلك أيضا هناك تقديرات مؤشرات أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمثل حوالي 50% من الممكن أن إذا كانت المرأة تمثل 50% في عالم في هذا مثلها مثل الرجل. وبالتالي لابد أيضا من تكامل دور المرأة مثلها شأن الرجل في الاقتصاد بشكل إيجابي وبشكل فعال على مدار الوقت. وبخلاف ذلك لن يتم استحداث ذلك من خلال مشاركة الفعالة للمرأة في مجال العمل. وفي الوقت الراهن لدينا حوالي 51% قياسا بالمتوسط 47% من الاقتصاد، ولكن هذا الأمر الذي يمثل 92%. وفي هذا السياق أن القطاع الخاص الآن من خلال كل الاقتصاد ربما أيضا يمثل العنصر الأكثر أساس أهمية في هذا كذا. ولحسن الحظ أيضا أن نجد أن القطاع الخاص في دولة الإمارات يمضي بخطوات ثابتة في إشراك المرأة، وكذلك أيضا اعتبار المرأة لإحتاحة الفرص لها، وكذلك أيضا في مجال من خلال أيضا صناعة الطيران بدولة الإمارات وإتاحة الفرصة لها أيضا لتصل إلى درجة تقود الطائرة، كذلك أيضا في مناطق كثيرة في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضا أتيحت لها الفرصة أيضا أن تقوم بتدشين في جميع خطوط الطيران. كذلك أيضا قامت الشركات الخاصة بمحاولة سد ثغرة بين القطاع العام والقطاع الخاص. على سبيل المثال في كان هناك أيضا رؤية مشتركة بين قامت دولة الإمارات أيضا كذلك أيضا للقضاء على الأمية بدولة الإمارات بالنسبة أيضا للنساء الصغيرات، وكذلك أيضا لتسريع برامج بدولة الإمارات العربية المتحدة حتى يتم التنمية الاجتماعية للسيدة، وكذلك أيضا لريادة الأعمال. أيضا هناك 6% من الخريجين والعلماء في مجال التقنية والهندسة كانوا من السيدات في شركات كبرى لشركات التقنية والتكنولوجيا. لكذلك أيضا لإلهام وقيادة الطريق وفتح الطريق أيضا للسيدات حديثي العهد. لابد أيضا أن نذكر أنفسنا أنه لا يتعلق فقط أيضا بتمكين مجموعة عن الأخرى، ولكن أيضا لابد أيضا أن تتاح المرأة للمشاركة في الاقتصاد لكذلك أيضا بيضب على نطاق واسع حتى تستطيع المجتمع يستفيد على نطاق واسع. إذا نظرنا إلى 20 سنة سابقة عندما تخرجت لم يكن من الشائع أن يكون هناك فرص بشكل كامل للسيدات، ولكن الآن في الوقت هناك الآن فرص أكثر إتاحة. وكذلك أيضا في صناعات ومصانع تصنيع الكيمياء أيضا هناك أيضا في مجال البيئة ومجال كذلك أيضا التشريع القانوني نرى أن هناك بعض المجالات التي تركز على خطط الاستراتيجية في مجال الصناعة. ومنذ ذلك الحين هناك الآن مطلب أساسي للمهندسين الكيميائيين للمرأة لتقلد حيث يعتبر المهندس الكيميائي يعامل معاملة الكيمياء. كذلك أيضا الصناعات المحلية التي تهيمن عليها في هذا المجال مثل الكيمياء البيئية والكيمياء الحيوية التي تقوم بتعيين موافدين ذوي الخبرة، وخاصة أيضا في من مجلس التعاون الخليجي. هناك أيضا على سبيل المثال بلدية دبي تعج بالوافدين، وبالتالي أيضا ومع ذلك من خلال معرفتي لكي نقوم بهذه في مجال الطاقة ولكي نكون خبراء مهندسين وخبراء في هذا المجال وتنفيذ المشاريع الهندسية الكيميائية، من الواضح أيضا لابد أن يكون هناك خارطة طريق لابد أيضا أن تطرح لنا. وكانت لدي الفرصة في معرض عمل أن أعرض في أفضل الشركات في شركات النفط الوطنية، وهذه النقلة الكبيرة وهذه الطفرة
كانت أتاحت لي الفرصة في تصميم بعض المشاريع الهندسية، وكذلك أيضا التعرف إلى بعض الحلول، وكذلك أيضا تقديم الحلول لمشاكل الطاقة، وكذلك أيضا رصد ومراقبة التغيرات البيئية، وكذلك أيضا تقديم الحلول. وبعد 7 سنوات تم اختياري كضابط كمسؤول عن النظافة البيئية في قسم البيئة في المؤسسة، وفي الأصل أيضا طبعا كنت أحاول أن أتدرب في مجال الطاقة البيئية، وكذلك أيضا تم تطوير المجال المهني في هذا المجال، والذي أيضا أثر به بدوره إلى تقديم وتحسين طفرة كبيرة في مجال الاستدامة. ومن خلال التجربة وخبراتي أعتبر من سيدات الأوائل في الإمارات التي أتقلب مناصب القيادة في مجال قيادة الاستدامة. ومع ذلك هذه الرحلة ليست قصيرة، لأن هناك الكثير من الزميلات في مراحل متقدمة قاموا بتحذيري من خلال اقتحام هذا المجال للمرأة، ولم يستطيعوا أن يكون لديهم دور. وهناك الكثير يعملون في مجال النفط والغاز، ومع ذلك بدعم من أسرتي وكذلك أيضا مع المدربين والموافدين كنت قادرة على مواجهة هذه التحديات وأن تكلل جهودي بالنجاح في مواجهة التحديات بدون أي عوائق. هناك أيضا تحدي آخر في هذا المجال، إن هو واحد من النظراء الذي كان هناك واحد من النظراء كان يعمل في المهندس الكيميائي بما في ذلك المدراء، كان لديهم شك أن أحقق طفرة وتقدم، وكانوا مذهولين للتقدم والتطور الذي أحدثوا في هذا الجزء. والجهات الحكومية اعترفت كثيرا بهذه الأفكار. هذا أيضا لم يتحسن فقط من خلال توسيع الآفاق، ولكن كذلك أيضا ساعدني على تحسين قدراتي، وكذلك أيضا بما يعود بنفع على المؤسسة. وهذه مشروع إينوك الآن لدي باع طويل في السوق المحلي، وكذلك أيضا لفتت الانتباه إلى النجاح الباهر لتعيين السيدات في الوظائف الحساسة في إينوك. نعمل في مجال كأفراد لدينا خلفيات كبيرة في مجال التنوع والاندماج، وكذلك أيضا من إحدى القيم الأساسية نؤمن تماما أن التنوع والإبداع والابتكار هي الأساس في ومفتاح النجاح للنمو في الأسواق. والآن هذه الصناعة من مجال النفط والغاز وهي المؤمنة، وهي تعتبر أمثلة، وكذلك أيضا تضمن التمثيل النسائي الجيد، كذلك أيضا في اللجان التي تدعو إلى إقحام السيدات في مجال، وكذلك أيضا تقديم الدعم الكافي لتحقيق التوازن. وهذه اللجنة قام بتقديم مقاربة شاملة لكذلك أيضا وترجمتها إلى برامج ومشاريع لتطوير المرأة والمهارات الحياتية بالنسبة للمرأة، من خلال تحفيز البيئة ومن خلال تحسين البيئة لتحقيق التوازن بين الحياة المهنية لكلا الجنسين. قامت اللجنة في كذلك أيضا منحت الجائزة الطاقة في أكتوبر 2017 في يوم المرأة الإماراتية، وتكريم الأداء الاستثنائي للمرأة في معظم قطاعات الطاقة. وكذلك أيضا في 2018 قامت 3 تصنيفات في على المجالات الاجتماعية والمجالات المهنية، أيضا تم تكريم من أصحاب العلاقة المعنيين والذين أخذوا بزمام المبادرة والمخاطرة وتقديم رؤية لمستقبل المرأة في مجال الطاقة. هذا كذلك أيضا كان لديه تأثير إيجابي في تمثيل المرأة بشكل عام في إينوك، حتى وصل 1665 سيدة من إجمالي القوى العاملة في إينوك. وبالإضافة لذلك هناك أيضا كذلك بعض السياسات لتقديم الحوافز المادية للأعمال الاستثنائية، وهي التي تدعو أيضا إلى تضييق الفجوة بين الجنسين في مجال العمل ووضع إطار عمل. كذلك أيضا أنه ومما يعني أنه ليس هناك فارق جوهري
بين الرجل والمرأة خاصة في مجال التعليم، وحتى وفي يومنا هذا هذه المؤسسات لابد أن ندعو تمكين المرأة على المجال المهني والمجال الاجتماعي وتعريض، وكذلك أيضا لابد أيضا من خلال الطاقة مجال الطاقة وتعيينه في مجال الطاقة أيضا في دبي، وكذلك أيضا التأكد من أن لابد أن تتاح الفرصة والمنصة للسيدات والصغيرات أيضا لتقديم الفرصة حتى يكون لكم أن يكونوا أيضا يقوموا بزمام المبادرة وتغيير خارطة الطريق في المؤسسة. السيدات والسادة، في ختامي، أن قطاع الطاقة كان من الممكن أن يتم قيادته من خلال التنمية المستدامة بشكل إيجابي، من خلال المشاركة الإيجابية والفعالة للمرأة، إذا كانت هناك من خلال القوة العاملة أيضا وتمكين المرأة لابد أيضا أن نحفزهم وندعوهم أيضا من خلال أدوات التي تمكنهم من التمكين في قطاع الطاقة من خلال التدريب وتدريبهم، وكذلك أيضا إعطاء النماذج لهم وإتاحة الفرص لهم، وكذلك أيضا في مجال سياسات الإبقاء عليهم والحفاظ عليهم والتأكد وضمان الدخول إلى مجال المالية ورأس المال في ريادة الأعمال مع تغير الوقت والتوجه الخاص بالمجتمع. أتمنى أن يكون هذه الرحلة تكون أقل صعوبة قياسا بالتحديات التي واجهها أجيالنا القادمة السابقة. شكرا لكم وأبقوا دائما متمكنين. شكرا للسيدة بوسمرة، والواقع أن عرضها مهد الطريق.